أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن غيره المستعين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. تقول أميمتي، تقول أبي، أميمتك وبيك ما يجو شيء قدام الرحمة متاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبدو حلقتنا اليوم لعلاش على موضوع التفاؤل. الإنسان يكون متفائل. البارح رقدت وجاك النوم، وكان مجاكش النوم. البارح اتعشيت، البارح زهيت، قالوا الدنيا لخبوطة، واحد فوق لوح، واحد لوطة، واحد عرسه دربوكة، وواحد يدقوله فحنوطة. هذا كلام من قاله، ما قالوش المدرسات في الجامعات، مع احترامي للمدرسات ومع احترامي للإخوة اللي في الجامعات، لكن قالوا اللي يقروا في جامعات الحياة. أعزائي ناس زمان، كون إنسان متفائل. وقول لي كيف تكون نكون متفائل يا عم محمود وانا الدواء ما قدرتش نشري؟ كيف نكون متفائل وانا طالع من بلادي وبيتي تهدم يا عمي محمود؟ قول لك واصبر، انت ماكش افضل من سيد الخلق. سيد الخلق شكون طلع من بلاده؟ وشكون سبه؟ طلعوه منين؟ مش من المنطقة الشرقية ولا المنطقة الغربية ولا المنطقة الجنوبية، طلعوا من الأرض المشرفة، من الكعبة، بيت الله الحرام. لزوا من لزة سفهاء القوم. علاش؟ باش ربي بيرفع في مقامه. كذلك أنت طلعت من المنطقة الشرقية، شيء يؤلم، لكن اعلم علم اليقين أنك أنت رابح. نزلوا لك دمعتك، ما نزلتش الدمعة، لكن نبي نذكر بمسألة، ومانيش متوسع في الأمر السياسي، لأن كنا نعرفه وإعلامك دب وإعلام صدق والناس قاعدوا في حيرة. أنا بنذكر بحاجة بالأمل في الله. زمان في ليبيا في الخمسينات كانوا كامبوات، كامبو برطو عكارة، القربيات، بومنجل، كامبوات، ويعلم الله بالحال، والناس فقيرة بين يوم وليلة. ربي وسع علينا، اللي في براكة دار سكن في دار بالكري، واللي في دار بالكري سكن في حوش 120 مترو، واللي سكن في حوش 120 مترو سكن في فيلا. هذا واقع عشنا، وربي سامحنا ويغفر لنا ذنوبنا. اللي في فيلا شندار، اللي دار فيلا دار بار، مش دار للصلاة، دار بار للتدخول. العرارية كل عراسة تصير فيها بالخمر، تجي تكلمه يقول لك المعيشة المنكدة، المرأة نحت الرداء والتستمال، ونحت البشة والكبوط، وطلعت وعندنا يوم لبسوا الدبلة. الدبلة لبونا وانا لجدنا، اول لقاء يكون بين المرأة والرجل بالحرام، وزينوه قال لك هذا حلال. زين ووتي روحك امام ربي بين يوم وليله. السعي في ليبيا، السعي ما يلقاش ما ياكل، ويعلم الله بالحال، والناس كانت تبي تكفر بالبلاش، وتحررت البلاد بفضل المولى سبحانه وتعالى، وانسعدت البلاد، وولينا على بعضنا، ولينا على بعضنا. تلقى طول عرض مصنع منع، يوقف إنسان ويقهر قدام مرته وقدام أمه، انزل الواء، ينزل لأن في يدك السلاح. نزلته وخديت له سيارته وقهرته وهديته، ديره في رخيص تلقى في الغالي. يا أخي الكريم، هذا عمك محمود يتكلم في كلام، يحاول كيف يذكر الناس وريقي بس. أما لا يوم القيامة لما بنسأل على شبابي وعلى صحتي وعلى مالي وعلى جيراني
وعلى ديني وعلى أمتي كيف بيكون؟ وين نلقى المميع؟ وين نلقى المميع؟ لكن نلقى الرحمن الرحيم يسخر لي ملائكة إن شاء الله إن شاء الله، وأمنا في الله. ونرجع لموضوعنا، فيوم من الأيام ينزل بنادم بطول عرضة ويأخذ سيارته، يوصل يوم من الأيام في ليبيا اللي خافوا يأخذوا الزكاة وعنده حق في الزكاة أن يوقف حجاج ويخنب الحجاج. كانت إيطاليا في ليبيا، إيطاليا اللي بنت شارع الاستقلال وشارع 24 ديسمبر ودارت السينما الركس واللابيتي واللوديون، إيطاليا بنت وعلت مشت وخلت. اعلموا علم اليقين دوام الحال من المحال، كون متفائل، كون متفائل لجوزتك، كون متفائل لأمك لأختك لأصحابك لجيرانك. أعيانا وفدينا، أعيانا عن طريق الإعلام وعدينا عن طريق وعيانا عن طريق التجمعات والمقاهي. لما تقعمز سمعت 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 سمعت، شو ما نسمع؟ نسمع إلا في الخبر الأخبر. أنت مسؤول أنك أنت تعطي الأخبار هدية؟ هل أنت تحريت في الكلام هذا؟ غير كل كلام يقوله لك جيبه وتعاوده، حتى كلام حقيقي في كلمات ما تقولهاش، ما تهدش الإنسان، ما تدمرش الإنسان، قول كلمة طالما أن يكون لك حل فيها. بعدين قول لي اللوم على المستمع قبل علي يلقي في الكلمات. سمعت شن قال لكو؟ هونا راكب ببعضها بين مصراتة وطرابلس، هونا بين الجبل وبين غريان، بين كويس كويس سمعت كلوي كويس سمعت، هاو جاب لك الخبر. قول لي الخبر هذا كذب وانت فتحت ودنك وسمعت، لا سمعت لي كذاب، سمعت لي فتان، وتزيد انت تسمع منه وتعود للآخرين تدمر في الناس، وناس متدمرة. 85% من الشعب الليبي، هذا مدة كم سنة فاتت الدكتور إبراهيم الكراكشي قال لمعمر القذافي، قال له 85% من الشعب الليبي عنده سكر، أغلبية الشعب الليبي عنده سكر، عنده شرايين. جورج كرداحي قال أغنى دولة وأفقر شعب. أنك أنت تعاود في كل خيرا وصمت يلي من أتباع رسول الله، يلي اسمك محمد، صدقني إلا كلام كذب. لكن اعلم علم اليقين حتلعن روحك بروحك. قال لك ربي واحد يزنع يشرب الخمر يخنب يكذب يتوب يتخذ المولى سبحانه وتعالى ولي من أولياء الله، ما عدا الكذاب. الكذاب لا، الكذاب ملعون. ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. الملعون مطرود من رحمة الله. البلاد فيها تشين دورك أنت من يوم ما جبت أمك راجع الحساب مع نفسك، شين قدمت في الحياة؟ شين اللي قدمته؟ أنت عملك ما مشيتش في الوقت الفلاني وطلعت في الوقت الفلاني. وأنت يا مواطن يا ليبي تفتح في ودنك لكل حد وتسمع له، اسمع للناس اللي ليهم معنى وقول له حط إيدي في إيدك لإصلاح اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان المبارك نستغلوه وقت الإفطار واحنا مقعمزين، نقول له يا ربي ارزقنا رجل صالح ياخذ بأيدينا لطاعتك، ارزقنا رفقة صالحة وارزقنا الأدب معها، ارزقنا علماء عاملين وارزقنا الأدب معاهم. ما نستهنوش، راه قدامنا يوم عصيب، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يجعل الولدان شيبا. صحابة يرتعشوا مبشرين بالجنة ويرتعشوا، واحنا نصول ونجول ويمين وشمال ومخل، شيء أمل مفقود عندنا بعد كي ماناش. الأمل في الله، الأمل في الله. في يوم من الأيام من نصرنا؟ نصرتنا أمريكا، نصرتنا بريطانيا، نصرتنا فرنسا، نصرنا الواحد الأحد، الواحد الأحد، وأملنا في الواحد الأحد.
وأمن في واحد الأحد تغيير المنكر بالمعروف، مش تغيير المنكر بالمنكر يا إخوة. شهر رمضان أولى رحمة ووسطى مغفرة وآخرة عتق من النيران. تغير شن تبي أكثر من الخير هذا؟ يا من إشاعات حطيتهم، يا من عائلات دمرتها، يا من يساء خليتهم أرامل، يا من أولاد خليتهم يتامى. أصبح هذا شرقاوي وهذا غرباوي وهذا سبهاوي وهذا. تمنين جبنا الكلام هذا؟ احنا مسلمين من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيك إنجليزي وبو إنجليزي وعمة إنجليزي ويخطبك في بنتك تعطيها له ألوى؟ لأنه مسلم. ويجيك من أغنى الأغنياء ونائب رئيس دولة أمريكي ولا فرنساوي ولا ليبي ما تعطيش شيء ألوى؟ ما تعطيش شيء لأنه ما هوش مسلم. شنو الرابط اللي بيننا؟ رابط بيننا الإسلام. المسألة الإسلام مش غير مسلم، فهمك للإسلام وتطبيقك للإسلام. هذا كاي سيدنا علي ضرب طيحة بيطعنا بالسيف تفل عليه، سيدنا علي ما باش يقتله. قالوا له علاش ما قتلتاش يا أمير المؤمنين؟ قالوا مخفت نطعنا ونقتله في غير سبيل الله، نقتله لهوى نفسي لأن تفل علي. شوفوا تحري لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضيق الظروف، في أضيق الظروف تحريهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريهم للمنهج اللي جاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتقي الله يا إخوة. نحمد المولى سبحانه وتعالى نبو ولا ما نبوش، حقيقة هذه وجهة نظري ومعي فيها. هنيئا للإعلام والإعلاميين اللي يذكرونا بالخالق، اللي يذكرونا بالفضيلة، اللي يذكرونا بالعمل الصالح. لكن نقول لك فالحين هم راهو رد بالك، فالحين يخدموا على اخرتهم مش على دنياهم. لكن حاجه واحده معليش، احنا كنا في الحاجه للكلمه الطيبه. احسنت يا فلان بارك الله فيك. اسمع شن فيه؟ قال لي بيخش في الحيط. الواخ خش في الحيط علاش؟ تعشيت البارح ولا لا؟ خشيت عندكم ميه غسلت ولا لا؟ حتى مره اليتريك يهرب، باش تعرف نعمة ربي عليك في نعمة اليتريك واللي يخدموا في اليتريك. مرة المية تهرب، باش تذكر نعمة ربي عليك في المية اللي تخش تغسل كما تبي، والمرأة تغسل الصابون كما تبي، وتسيق الحوض كما تبي، وتخلي المية تهدر طول الوقت. واليتريك في كل غروف، الغرف مفتوح زي الصحة، لو تقعد ديما صحيح ما تحسش بنعمة الصحة لين تفقدها، لهنا لين تفقدها. كذلك لازم يكون عندك أمل في الله، لازم تكون غدوة غير اليوم. سبحان مغير الأحوال، سبحان مغير الأحوال، كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى. قداش عمرك يا أخي المواطن؟ 60 عام يا سي محمود. قداش عمرك يا أخي المواطن؟ 40 عام يا سي محمود. قداش عمرك يا ولدي؟ 20 عام يا محمود. كيف حالك توا؟ متجوز؟ تزوجت يا محمود؟ تزوجت بمرارة يا عمي محمود، ما كنتش نصدق اني نتزوج وطحت بمرأة يا عمي محمود. امرأة ما عرفتهاش مين طيحني ربي بها. طيحك بها ربي في يوم من الايام، درت عمل طيب، واحد دعا لك دعوة صالحة، قالك الله يرزقك بجوزة صالحة وبدرية صالحة وبوقت صالح، هاك لقيتها. وما دام لقيتها أعطيه، دير الخير في أهله وفي غير أهله، لا نطيح بأهله يا أخي المواطن. لازم يكون عندنا أمل في الله. بالله عليك اسمعني وشوفني، شوف تو اشفح، شوف شوف التنهيثة تو. لو توقف تنفس جهاز تنفس متاعي شوية، نقعد نزرب. يا دكتور الله يذكرهم ويحفظهم بخير جميعا، كل الدكاترة وعلى رأسهم الدكتور محمد بعشهم تاع القلب، والدكتور فلان وفلان وفلان، الله يجزيهم عنا خير الجزاء. وبما فيهم دكتور من الدكاترة حنذكره بخير،
اللي هو الدكتور هشام بودبوس، اللي في يوم من الايام انا رجلي مشيت له، شن قلت له؟ قلت له ما عندي السياره باش نجيك، قال لي انا نجي ندويك. قلت له اثبت انك انت تعلم، انك انت تربيت قبل تتعلم التربيه والتعليم، ما احوجنا للتربيه والتعليم في كل شيء. ونختم الحلقه متاعني باش نقول اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل فيه الأقدام، اللهم يا حي قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارزقنا حاكم يطبق فينا شرعك ويختم لنا ولكم بالإسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.